شخصيات مسلمة وأخرى من الطائفة اليهودية التقوا على موائد إفطار جماعية في المتحف اليهودي في الدار البيضاء، هي إشارة لروح التعايش والقيم الإنسانية النبيلة التي تجمع بين الديانتين ومعتنقيهما تحت سماء بلد واحد. إنها رسالة إلى الجميع تجعل من هذا الشهر المقدس فضاء للاحتفال وبنفس المشاعر بين مكونات الشعب المغربي مسلمين ويهودا. إنه اجتماع عائلي كبير. إنها لحظة سمو لأننا نعيش ونجتمع معا ونفطر مع أصدقائنا المسلمين في هذا الشهر المقدس بالنسبة لنا ولهم. هي إذن أجواء أخوية وحميمية، وهي إذن مساهمتنا في العيش المشترك. موائد السلام هاتي كما أطلق عليها ليست مستوحاة من الفراغ، إذ يقول الحاضرون إنها واحدة من روح المحبة والأخوة التي طبعت تاريخ الجوار بين المسلم واليهودي في المدن وأحيائها والقرى ومداشرها. في المغرب الحمد لله أن الديانة اليهودية هذه 3000 سنة وهي في المغرب، والديانة الإسلامية وهذا التجاور وهذا العيش يعني جماعة، هو ليس بغريب وليس بجديد، لأن المشكل المطروح الآن في الساحة بين ما يسمى باليهود أو المسلمين، هذه مسألة أظن أنها سياسية. اختيار الطائفة اليهودية شهر رمضان لإقامة هذا الإفطار الذي يجمعهم ببني جلدتهم من المسلمين المغاربة يحمل حسب الكثيرين دلالة دينية رمزية، مفادها أن الصوم في الإسلام وفي الديانة التوحيدية من أكثر الشعائر الدينية صفاء ونقاء، تهدف إلى تطهير الروح وإخضاع الجسد وتهذيب النفس رغم الاختلافات المتباينة في تطبيقه وممارسته. إن إقامة مائدة إفطار جماعي في رمضان يتحلق حولها اليهود والمسلمون المغاربة لهي تفاعل بشري وتواصل إنساني يجسد ضربا من ضروب التعايش السلمي والتسامح الديني. عبد الحي البقالي، الحرة، الدار البيضاء.